عرفي نفسك اتفضلي. شيرين فريد، ناشطة حقوقية مستقلة ومتطوعة عشان المعتقلين المصريين في السجون السعودية بدون تهم وبدون محاكمات. دلوقتي يعني للأسف القضية يعني فيها شقين. أول شق هو تخزل وتباطؤ من السفارة من الخارجية المصرية. احنا توجهنا بشكاوي للخارجية المصرية من 3 سنين ومن 10 سنين ومن 7 سنين. كل أسرة من دول بيتبهدلوا قدام الخارجية وبيبعتوا خطابات عشان يوصلوا بس لحلول مشاكل ولادهم، أو عايزين يعرفوا ولادهم عايشين ولا ميتين. السفارة المصرية ما بتردش علينا. احنا مش عارفين دلوقتي نلجأ لمين عشان نعرف هل الناس دي عايشة ولا ميتة. الناس المسجونين دول بقالهم سنوات عايشين ولا ميتين؟ ازاي السفارة المصرية لغاية دلوقتي، حتى وزير الخارجية الجديد طلع قرار قال انا بحافظ على كرامة المصري وكذا وكذا وكذا، فين كرامة المصري في السعودية؟ المعتقل احنا عايزين نعرف هم عملوا ايه، ما بدون تهمة وبدون محاكمة، حرام ولا حلال بأي شرع؟ طب تقدمتوا بطلبات للسفارة السعودية أو الخارجية المصرية؟ طبعا تقدمنا بمئات الطلبات للخارجية المصرية ولم يتم الاستجابة لأي طلب، ولم يتم الرد إلى الآن في أي قضية من اللي قدمت. احنا بنروح بشكل دوري اسبوعيا، بنيجي السفارة السعودية هنا مرة واحدة بس قابلنا السفير قطان وكانت مقابلة سلبية جدا. قال لنا اخر مرة قبل رمضان ب4 ايام قال لنا انه هيرد علينا في خلال شهر رمضان، هيرد على الاهالي يعرفهم حالات اولادهم، ولم يتم الرد تماما وكان ساكت وشخص سلبي جدا. موقف سلبي جدا من السفارة السعودية، موقف سلبي من السفارة الخارجية بعد كل اللي حصل في البلد ده، ولسه ردود سلبية ولسه ما نعرفش حاجة عن المعتقلين دول. شكرا. بيقول هو بيعاقب الشعب المصري بسبب محاكمة حسني مبارك، هل ده صحيح؟ بالظبط صحيح، لأنه في بداية بعد الثورة تقريبا كان الملك عبد الله رافض تماما قصة المحاكمة، وجينا اعترضنا هنا قدام السفارة وشلنا يوفت بنرفض سياسة الملك عبد الله في إنه عايز يقايد محاكمة مبارك بالفلوس اللي سرقها، ورفضنا ده. وواضح إن هو واضح الحركة مدعمة تماما من السعودية يعني. عفوا يا فندم.